شحات ومد ايدي وكسري خاطره حرام. انا يا عمو مش معايا حاجة، انا متأخرة قوي على المدرسة، وانا والله العظيم لو معايا حاجة هديلك. بس انا مش معايا حاجة. روحي يا بنتي، الله يصلح حالك. يلا يا بنتي عشان ما تتأخريش على المدرسة. حاضر يا عمو. شحات ومد ايدي وكسري خاطره حرام. شفتوا يا صحاب اللي حصل لي الصبح؟ في ايه في ايه يا كوك اللي حصل لك الصبح؟ يا كوك حد زعلك ولا ايه؟ لا لا، انا قابلت شحات وكان عايز حاجة لله مني، بس انا والله ما كانش معايا حاجة اديها له، وكان صعبان عليا قوي لانه كان قاعد في البرد وعمال يقول عايز حاجة لله. انا زعلان عشان ما اديتهوش حاجة. ما تزعليش نفسك يا كوكي، بصي انا معايا السندوتش ده، خدي اديهوله. هو انا معايا يا كوكي؟ معايا الفلوس دي، روح اديها له واحنا كلنا بنتبرع له بالحاجة دي، وخليه بقى اهم حاجة يدعي لنا. انا متشكرة قوي يا اصحابي الحلوين، انا بحبكم جدا، انتوا فعلا شاطرين. وما تنسوش يا اصحابي اعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان اروح ادي عمو الطيب الغلبان دوت. شحات ومد ايديه وكسري خاطره حرام. يا عمو يا عمو، بقولك يا عمو، انا اللي قابلتك الصبح وما كانش معايا حاجة والله، بس انا معايا دلوقتي سندوتش ومعايا الفلوس دي، وانا بديها لك، ودول اصحابي اللي بعتنهم لك وبيقولوا لك ادعي لهم يا عمو. الله يصلح حالك يا بنتي، الله يديك الصحة ويخليك لأمك وأبوكي. بصي خدي النواة بتاعت البلحة دي. ها النواة، وأنا هعمل بيها ايه؟ خديها يا حبيبتي. ها ماشي يا عمو، ها النواة، النواة تسند الزير. ماشي يا بنتي، يلا روحي عشان ما تتأخريش على البيت. شكرا يا عمو، وبقول لك يا عمو، ابقى ادعي لاصحاب الحلوين، اصحاب الشاطرين اللي بيدوا الغلابة والمساكين. ها الله يخليهم يا حبيبتي وينجحوا كده في المدرسة ويبقوا شاطرين وكويسين. انا مش عارفه عمو الشحات مديني النواه بتاعت البلحه دي، مش عارفه. انا جاتلي فكره حلوه قوي، انا هزرع النواه دي عشان يطلع نخل كبير قوي تحت البيت. فكره حلوه خالص يا كوكي، يلا احفري في الارض وازرعي النواه. يلا ادي شيل التراب دوت.